السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق. شرف الي الكبير اخواني وطلابي اللي يشوفوني حاليا في دول العالم، وتحياتي لكم، ونتمنى أن نخدمكم في مواضيع جديدة بآلة العود. ومستمرين نحن بدورات الأونلاين اللي هي 8 محاضرات شهريا، تقدرون تشتركون بها، موجود أسفل الفيديو رقم الهاتف، وهذا رقم الهاتف رقم الواتساب طبعا تقدر تشترك فيه وتتصل به، موجوداني أو تبعث لي رسالة موجودة قيمة الاشتراك. وأما في بغداد نقدر نذهب إلى بيت الطالب إذا كان قريب طبعا، والشرف إلي كبير، وإن شاء الله نكون تحت أمركم. واليوم احنا عندنا جدا موضوع مهم يعانون عنده اللي يتعلمون بالعود وخاصة المبتدئين، عندهم دائما الإيقاع خطأ. لذلك الإيقاع خلينا نكون في بالكم انه الايقاع هو سرعة موجودة على المترونوم، مترونوم زين. انت عندك المترونوم هو يبدي، هذا اذا كان سرعة مثلا 70 80 90 100 وهكذا. انت اي ضربة عندك تكون مع يعني نازل صاعد، يعني one two. طيب، فلذلك اكثريتهم اللي يعزفون او يتعلمون من اليوتيوب او شيء، تلاحظ عندهم الايقاع ما يقدر يطلع اوت، يعني يعزف بس ما يطلع اوت خارج العزف. فيس انا اعلمكم شلون يصير. يصير عندك مثلا دو دو ري دو 1 2 1 2. اول بدايه اذا انت بعدك ضعيف تتمرن كل وحده ريشتين 1 1 2 3 4 بس يكون عندك قابلية و شلون احنا نقول يكون واسك، او انت تكون حقيقة تحب العود فتصبر على هذه القضية. فلذلك بعدين شو يصير؟ راح يصير عندك كل ما زيد الفرداش يكون عندك زين. لذلك يصير 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. طبعا تمشي مع المترونوم هذا، انا اقول لك 1 2 اني معاي. لذلك تمشي مع المترونوم تتمرن ويراد لك فد قضية شهر، يعني انت اول اسبوع اسبوعين، اول اسبوع 70 تخلي المترونوم السرعة، بعدين تصعد 80 تصعد 90 ثم تصعد 100 كل اسبوعين او كل اسبوع ما يخالف. احنا شوية ما عندنا الصبر، عدوا يتعلمون عود دائما لاحظتوا ما عندهم صبر بالتمرين، مناسبة يحتاج صبر العود. منا نفيدكم، تحياتي لكم وبوساتي لكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك
واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية أونلاين موجود أسفل الفيديو. ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.